بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفيديو الثالث بالبلوتينج باستخدام الماتلاب. بهذا الفيديو بدي أشرح لكم عن موضوعين أساسيين. أول شيء بدنا نتعرف على function اسمه stem function، وثاني شيء بدنا نتعرف كيف نقدر نعمل subplots باستخدام الماتلاب، وفرجيكم كيف شو يعني subplots وكيف نقدر نعملها. طيب بداية بدنا نبدأ في الـ stem function اللي هو بتشوفوا الـ spelling تاعه على الشاشة. شو معنى stem؟ هو طريقة ثانية لرسم الـ functions. مثلا أنا عندي sin t وبدي أرسمها، كنا قبل نستخدم الـ plot اللي هو بتمثل باللون الأزرق في هاي الرسمة اللي برسم للإشي وكأنه continuous. الـ stem زي الإشي بس برسم لي اياها زي هيك، انه اعمده وكل عمود في نهايته دائره. طبعا تقدروا تغيروا يعني طريقه الرسم، بس هاي باي ديفولت انه برسم لي اياها بهذا الشكل. تمام، فبيعبر عن الفانكشن باستخدام زي وكانها سامبلز، وكانه فرجاني كل سامبل وين بالضبط في التايم وفي الامبليتيود. تمام، فهاي ستيم وهي كيف نستخدمه. يعني لو مثلا في هذا الاكزامبل حطيت ستيم لتي واكس وحطيت ران، راح تشوفوا انه مجموعة سامبلز لو قربنا على واحدة فيهم مثلا او على يعني مجموعة فيهم، راح تلاحظوا وقتها انه زي ما فرجيتكم بالضبط انه كيف بكون شكله. اوكي، فهي اول اشي عن stem function. ما بدنا نطول اكثر من هيك لانه كثير واضح stem function. الفكرة الثانية اللي بدي أفرجيكم إياها هي كيف بدكم ترسموا أكثر من بلوت. عشان أفرجيكم الفكرة ببساطة شديدة جدا، لو كان عندي مثلا عندي إشي زي هيك، بدي أطلع فيجر بالضبط هيك، يكون هون مرسوم مثلا ساين وهون مرسوم كوساين. تمام، وهون محطوط إنه ساين وهون محطوط إنه كوساين في نفس الرسمة بس مقسمة أكثر من جزء، وهذا طريقة الرسم بنشوفها كثير. اني انا بدي على نفس الفيجر عشان على اساس مثلا ممكن التطبيق تاعي بده يقارن بين رسمتين، فبالتالي ممكن يكونوا هيك على نفس الويندو بس كل واحدة في زاوية. تمام، طيب كيف بدي اقدر اعمل اشي زي هيك؟ الفكرة جدا جدا سهلة. في فانكشن اسمه subplot. هالsubplot باخذ كم بدي رو وكم بدي كولوم، وانا حاليا بدي ارسم في اي واحد فيهم. يعني لو نرجع هون على نفس الرسمة، أنا بدي إذا بدي أعمل إشي زي هيك، بدي واحد اثنين روز في واحد كولم. أوكي، فبالتالي لازم نحط اثنين ونحط هاي واحد. أوكي، فخلينا نحطها واحد، وأنا حاليا في أي واحدة فيهم دائما بنمشي رو ونمشي هيك. يعني لو كانوا مثلا أربع رسمات، فهي واحد هي اثنين هي ثلاث هي أربعة. لو كانوا ست رسمات، هي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة، فبأخلص أول رو بعدين أخلص ثاني رو، وهي بهذا الشكل من اليسار لليمين. فبالتالي لازم نعطيه إحنا وين اللي هو في آخر باراميتر، زي هون أول إشي هون بواحد مثلا وبعدين باثنين. أوكي، طيب خلينا نرجع ونظبط الإشي الموجود عندنا. أنا عندي two rows one column وأنا حاليا في أول رسمة فيهم، فحطيت ال x وحطيت y بتساوي sin ال x وعملت plot وحطيت title. فهي كيف بتحطوا title للرسمة زي ما أعلمتكم سابقا، وهي subplot 2. وأنا عندي لازم هاي تكون زي اللي فوق عشان يكون نفس اللوجيك، إنه عندي صفين وعمود واحد وأنا حاليا في الرسمة الثانية اللي هي بتمثل cosine function. لو جربنا هيك فبتطلع أول واحدة شوفوا التايتل كيف، ثاني واحدة شوفوا التايتل كيف، ومرسومة كل واحدة على فيجر فيهم. فهاي العملية اسمها سب بلوتينج، إني البلوت نفسها بقسمها لأكثر من أريا، وباجي بحط كل فانكشن فيهم في مكان. طب لو بدنا نحط إشي أعقد شوية ونخلي البروبلم تاعتنا إنه بدي إشي زي هيك، هون ساين مثلا وهون كوساين، وفي كل هاي المنطقة مثلا ساين وكوساين فوق بعض، يعني باستخدام الهولد اون هيك مثلا. اوكي، طب لو بدنا نعمل اشي زي هيك، اول اشي عندي 1 2 روز
وعندي أكبر عدد أعمدة كم؟ هاي عمود وهاي عمود، فبالتالي 2 في 2 لازم أحجز. ما بطلع هاي إنها 1 رو 1 كولوم، لأنه هاي 1 هاي 2، فبشوف أكبر عدد كولومز موجود في هاي الرسمة. فبالتالي نيجي بنحكي أنا بدي 2 ب2، وأول رسمة بدها تكون على أول واحد فهي ساين واثنين باثنين، وثاني رسمة راح تكون كوساين فهي ثابتة ما في تغيير. هلا ثالث رسمة اللي هي لازم تكون ساين وكوساين في نفس الرسمة، فبنيجي بنحكي هاي الثالثة، أخلي هاي فاضية. هلا بفرجيكم كيف. أنا عندي كوساين رسمته، بعدين هولد أون، بعدين بعمل ساين، أوكي أول إشي كوساين، بعدين ساين، ورسمت وخلص. وهون نحط بلوت 3 مثلا، ساين كوساين وساين، اوكي. فهي طريقة كيف اني بدي احطهم رسمتين فوق بعض باستخدام الهولد اون زي ما علمتكم سابقا. بس هون شو لازم احط؟ انا عندي 2 في 2، 2 rows 2 columns، بس الرسمة الأخيرة هاي إذا بنرجع بنشوفها هي موجودة على التو كولومز هذول، اوكي؟ فهي موجودة، لو كملت هاي وهميا بتكون موجودة على رقم 3 ورقم 4. فبالتالي أنا بدي أحكي للماتلاب إنه هاي الرسمة خليها على 3 وعلى 4 مع بعض. فكيف بدي أحكي له هيك؟ بهاي الطريقة فقط، سهلة جدا. بحط ماتريك زي هيك وبحط 3 و4، بحط الرسمة على 3 وعلى 4 مع بعض. فلو عملنا رن وشفتوا راح تلاحظوا بلوت 1 بلوت 2 وبلوت 3 بتجمع الساين والكوساين لأنه استخدمنا الهولد اون، وبتكون على كل الكولومز لأنه حطينا له 3 و4، اوكي. فهي فكرتين تاعون هذا الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منهم، وبنشوفكم بالفيديوز الجاي بإذن الله.